أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض إن كنتم فاعلين. قالوا يا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من صدق الله.